اوف ماما طفشت متى الاذان؟ انا جوعانه كثير. يا روز يلا باقي ساعتين على الاذان، استني شوي تحملي. ماما كثير متعب. روز ترى انت من ساعه حتى صحيتي، يعني طول النهار انت مقضيتيه انك انت نايمه. ماما يلا بدي هيك بدي اكل، حد اعمل يوجعني. صليتي؟ لا امي صلي. تعباني ما بقدر اصلي، كيف انا صايمه كيف اصلي؟ كيف روز اذا انت صايمه يعني ما بتصلي اصلا، كيف الله راح يتقبل صيامنا يا ماما؟ ماما ما بدي، خلاص ماما ما بدي، بس بدي اكل جوعانه. ماما يلا متى الفطور؟ انا جوعانه، سويت كل اشي وما قدر. يلا يا روز استني شوي، استحملي ترى إلك الأجر إن شاء الله، تحملي على الصبر. بدي أفطر كتير جوعان. لا يا روز حرام، ترى الله ما بيسامحك أبدا، روحي أنت توضي وصلي وقرأي القرآن. ماما أنا صايمة، ليش ما عم تفهميني؟ بس لازم ترى كمان تقرأي قرآن وتصلي علشان الله يتقبل صيامك كامل يا روز. ماما ليش ما عم تفهميني؟ الله يهديك يا روز. ماما شو اللي فطور؟ سويت لك يا روز بطاطا مقلية وفتوش وشوربة وسمبوسة والحمد لله. ليش ما سويتي لي بيتزا؟ روز بيتزا على الفطور، بعدين الحمد لله أنا سويت لك. ليش ما سويتي لي عصير؟ روز قولي الحمد لله يا ماما، الحمد لله مسويت لك أشياء كتير طيبة. ليش ما سويتي لي فطاير؟ ها يا روز كل هدول بدك تاكليهم شوي شوي على معدتك، ورحمية لمعدتك يا روز. ما رح اكل هالاكل، انا بدي اكل بس البيتزا والفطاير والعصير. لازم نبدا بالشوربه والفتوش لانه معدتنا ما بتكون. بدي شوربه ولا فتوش، بدي بس بيتزا وعصير. الله يهديكي يا روز، ما رح اقول غير هيك. ما رح تسوي لي يعني؟ لا طبعا ما رح اسوي لك، انا زعلان كثير منك. زعلك؟ ليش هيك زعلت ماما؟ صحيح كلامه، ليش ما انت توضيت وصليت؟ هيك ما الله ما راح يتقبل صلاتي، وكمان ما راح يتقبل صيامه ودعائي وكل شيء. يعني انا عم صوم على الفاضي، لازم اروح اتوضى واصلي واساعد ماما بالفطور واصبر عشان الصبر جميل. هلا لازم اصلي عشان ربي يغفر لي واخذ الاجر. الله لانك نصحتني، وانا اسفه اني زعلتك وصليت وسويت كل شيء قلتي لي. شطوره يا روز، طبعا يا ماما لازم نصلي ونقرا قران علشان ربي يتقبل مننا صيامنا وصلاتنا. بعدين هذا شهر رمضان، شهر الرحمه طبعا، والتسامح، والله بيقبل فيه كل دعواتنا. لازم نستغل هذا الشهر، طبعا لازم نستغله كثير عشان الله يحبنا. هذا الشهر لازم نصير هيك انه نصلي كثير، النوافل والتراويح والعشر الاواخر راح صلي الوتر. برافو عليك، الله يتقبل. يلا تعالي ساعديني بسرعه بسرعه بسرعه. يلا اجي ساعدك. ماما بدي اسوي معك العصير. يلا اول اشي بدي اجيب البيتزا واحطها هون. يا سلام، يلا يا شطوره. ولازم يا روز انت وقاعده عم تسوي الاشياء تدعي ربك وتستغفريه وتدعي للمسلمين، صح ولا لا؟ صح. ما راح اكسر، بس راح احطه شوي. يلا بس صح؟ ايه كمان حطها على الكاس الثاني. يومي يومي، والله الريحه بتجنن. ما شفت جبت الخضروات وغسلتهم. يا سلام، بدها تسوي لنا روز احلى فتوش. ايه بسوي لك فتوش طيب. تسلموا يا روز، شكرا لانك قاعده عم تساعديني. ويلا شوفي ترى ما بقى شيء على الاذان، تقريبا نص ساعه والفطور راح يكون جاهز. يلا سوي لنا احلى فطور. ايه راح اسوي لك فتوش وفطور وكل شيء بجنن. ما شوفي عم نقطع البصل كثير كويس. طبعا من السنة نبلش الفطور بثمر. سبحان الله يا روز، بتروي العطش ولا كأنه كنا صايمين طول النهار ولا إشي. سبحان الله، بس هيك بكفى؟ ايه خلاص بكفى. هون الثمر جاهز. شو هالريحة الطيبة، واو سوينا كثير أشياء حلوة. هي كثير جعت.
يمي البطاطا تشحن. ماما انا جعت كثير. يلا يلا ما بقى شيء على الاذان. اوكي اوكي يلا. وقت الفطور اخيرا، انا كثير جوعانه. يلا يا روز ساعديني ونقل السفرة، ويلا ما بقى شيء تقريبا على الأذان. اوكي يلا يلا، رتبيهم رتبيهم هوني. اه ايه لإلك. شفتي لما ساعدتيني كيف خلصنا بسرعة؟ ايه كثير خلص الوقت بسرعة وانجزنا، صح ولا لا؟ صح. يلا يلا يمي يمي احلى سلطة. هيك فطورنا صار جاهز. ساعدت ماما وضيعت من الوقت وصليت، انت كمان لازم تصلي وتقرا قران. الفطور صار خلاص خلص، وهلا اذن بدي افطر بس. وهلا بعد ما خلصنا فطور الحمد لله، هلا انا صليت المغرب وندعي الله. طبعا هلا صار بعد الصلاة والفطور صار وقت الحلا. يا سلام. مع القهوة هوني. هذا معروف بالجبن وهيدا فقع. ما بعرف. هوني القهوة. كيف يا روز؟ بتجنن. كيف الافطار؟ روعة فخر. يعني تأخرنا ولا شفتي لما ساعدتيني؟ هاي مكافأتك يا روز بعد الصيام ولأنك صبرتي. شو رأيك بالمكافأة؟ أحلى مكافأة شوفه. مين بحب اكتبوا لنا بالتعليقات. وطبعا مع القهوة السعودية غير القهوة الشقراء. طبعا أنا قهوتي التركية. أنا بحب القهوة. صحة وهنا أقل. يلا وهلأ قبل ما ننهي الفيديو يا سكرات، لازم تصبروا على الصوم وتصلوا وتقرأ القرآن علشان وتدعوا وبس، علشان ربي يتقبل. تساعد أمهاتك بالضبط عشان تاخذ الأجر وما أجر الصيام وأجر الصلاة وأجر كل شيء وأجر المساعدة، لأنه رمضان رمضان للخير. ودعوا ربكم قد ما فيكم، لأنه ربي قريب مننا كتير كتير كتير. شو ما بدكم ادعوا لله. إيه؟ لا تتأففوا بالصيام أبدا أبدا أبدا. أوكي وبس. هيك الفيديو اليوم، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب جدا بس يوصلكم كل شيء جديد، وحساب تحت بالوصف. وبس سلام.